السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد من الفيديوهات إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد. من قناة أحباب الرسول كتاب المسموع نقدم لكم تأملات قرآنية. قال تعالى: وأن عذابي هو العذاب الأليم، وأخبرهم أيضا أن عذابي لمن أصر على معاصي وأقام عليها ولم يتب منها هو العذاب الموجع الذي لا يشبه عذاب. سؤال وجواب: إذا حرم الله شيء فهل يجوز بيعه؟ الإجابة: لا يجوز. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأخبر أنه لا يعذب مستغفرا، لأن الاستغفار يمحو الذنب الذي هو سبب العذاب فيندفع العذاب. قال تعالى: إنها عليهم مؤصلة، أي مغلقة الأبواب، لا يرجع لهم فرج، عياذ بالله. تأمل لو أن إنسانا كان في حجرة أو في سيارة ثم اتقنت النيران فيها وليس له مهرب ولا مخرج، ما حاله؟ حسرة عظيمة لا يمكن أن يماثلها حسرة. والله تعالى أخبرنا بهذا لا لمجرد تلاوته، بل لنحذر من هذه الأوصاف الذميمة الواردة في هذه الصورة، صورة الهمزة. قال تعالى: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. فإنه لم يقل هذا الكلام من حسن الأدب مع أبيه، حيث لم يصرح فيه بأن العذاب لاحق له، ولكنه قال: إني أخاف، فذكر الخوف والمس وذكر العذاب ونكره، ولم يصفه بأنه يقصد التخويل، بل قصد استعطافه، ولهذا ذكر الرحمن ولم يذكر المنتقم ولا الجبار. سؤال وجواب: ما أجر من كظم غيظه وهو قادر على أن ينفذه؟ يدعوه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيرهم من الحور العين ما شاء. قال تعالى: متكئين فيها على الأرائك. مر التعب والسهر والسفر والنصب، جاء وقت الاتكاء والتلذذ بالنعيم المتيم في جنات الخلود. قال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. مشهد عجيب حينما يكون اللقاء بينك وبين عملك، لعلك تختار أعمالا يسرك اللقاء بها. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ آية تفتح لك أبوابا من الكرم الإلهي والزيادات الربانية لكل عمل حسن تقوم به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يتسابق الناس في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتسابق الملائكة في تبليغه بكل من صلى عليه، فكن من السابقين السباقين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. أعجل الذنوب عقوبة الظلم، ويا لسرعان ما يبيد الظلم دولا ويهلك أمما ويمحو أعيانا فلا يبقي إلا آثارها. اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أضاعوا الصلاة، تركوا الصلاة المفروضة. وقال ابن مسعود وإبراهيم أخروها عن وقتها. وقال سعيد بن المسيب:
هو ألا يصلي الظهر حتى يأتي العصر، ولا العصر حتى تغرب الشمس، وتبع الشهوات أي المعاصي وشرب الخمر، يعني آثروا شهوات أنفسهم على طاعة الله. وقال مجاهد: هؤلاء في الأسواق والأزقة فسوف يلقون غيا. قال وهب: الغي نهر في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه. وقال ابن عباس: الغي واد في جهنم، نعوذ بالله. قال تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هؤلاء المنافقون سلكوا مع الله وعباده هذا المسلك، فعاد خداعهم على أنفسهم. وهذا من العجائب، لأن المخادع إما أن ينتج خداعه ويحصل له مقصوده، أو أن يسلم لا له ولا عليه. وهؤلاء عاد خداعهم عليهم، فكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها. قال الله تعالى: يحسب أن ماله أخلده. فيها تصوير لشدة حبه للمال، حين يظن أن لا حياة له بلا مال، فلذلك يحفظه من النقصان ليبقى حيا. ومن كان كذلك استحق الوعيد بالويل في أول السورة، لأنه بهذا عبد للمال على الحقيقة. وفي الحديث الصحيح: تعس عبد الدينار. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أمر الحجاج بأن يتزودوا لسفرهم ولا يسافروا بغير زاد، ثم نبههم على زاد سفر الآخرة وهو التقوى. فكما أنه لا يحصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياه، فكذلك المسافر إلى الله تعالى والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد من التقوى. فجمع بين الزادين، فذكر الزاد الظاهر والزاد الباطن. قال الله تعالى: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، فألقاها فإذا هي حية تسعى، فلما رآها تهتز كأنها جان. عند حديث القرآن عن عصا موسى استخدم الكلمات ثعبان وحي وجان. وإذا تأملنا وجدنا أن كلمة ثعبان جاءت خلال الحديث عن لقاء موسى بفرعون، وأن الكلمتين حية وجان جاءتا خلال الحديث عن لقاء الله لموسى. فما سبب ذلك؟ في لقاء موسى بفرعون كان الهدف إثارة الذعر في نفس فرعون لعله يؤمن، فكان المناسب استخدام كلمة ثعبان وهو الحية العظيمة. أما في لقاء الله تعالى بموسى فكان الهدف أن يرى موسى معجزة لا أن يشعر بالذعر، ولذلك كان المناسب استخدام الكلمتين حية وجان، والجان هو الحية الصغيرة. قال الله تعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. لماذا تأخر الجار والمجرور عن الفعل في آمنا به، بينما تقدم على الفعل في قوله وعليه توكلنا؟ فكان يمكن أن يقول: به آمنا وعليه توكلنا، أو آمنا به وتوكلنا عليه، أو به آمنا وتوكلنا عليه. الجواب: لأن تأخر الجار والمجرور عن الفعل يفيد الشمول، أما تقديمه فيفيد الحصر، وتعبير الآية يوافق عقيدة المسلم تماما. فالإيمان يشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما التوكل فينحصر في كونه على الله وحده، وبذلك يكون معنى الآية: قل هو الرحمن آمنا به، وبأركان الإيمان الأخرى، وعليه وحده توكلنا. قال الله تعالى:
يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كطي السجل الكتب يخطئ بعض الناس في فهم هذه العبارة لأنهم يظنون أن الكتب هنا بمعنى الكتاب، والصحيح أنها بمعنى الكتابات المدونة في السجل أي في الورقة. وبذلك فإن معنى الآية يوم نطوي السماء كما تطوى الورقة على ما كتب فيها. اثنين، تتضمن الآية عدة إعجازات علمية، إذ يقول العلماء الغربيون إن الكون مسطح مثل الورقة، وهو نفس التشبيه القرآني، ويقولون إن هذا الكون المترامي الأطراف سينكمش على نفسه ويعود إلى النقطة التي بدأ منها، وهو ما ذكرته الآية كما بدأنا أول خلق نعيده. قال الله تعالى على لسان سيدنا عيسى وهو يتحدث عن المشركين من قومه: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لماذا لم يقل: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم؟ لو قال ذلك لأوهم الدعاء بالمغفرة لمن مات على الشرك، وهذا لا يكون، فإن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به، لأن المقام ليس مقام طلب مغفرة ورحمة، بل مقام تسليم وتفويض مطلق لله تعالى. ولهذا كان الأنسب أن تختم الآية بقوله العزيز الحكيم. من أوجه الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم ترابط خاتمة كل آية مع معنى الآية، وهذان مثالان على ذلك. قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ختمت الآية بالولي الحميد دون غيرهما لمناسبتهما للإغاثة، لأن الولي يحسن إلى مواليه، والحميد يعطي ما يحمد عليه. وقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. سمع أعرابي قارئا يقرأ هذه الآية فأخطأ في آخرها وقال: والله غفور رحيم. فقال الأعرابي: لو غفر ورحم ما قطع، ولكنه عز وحكم فقطع. فنظروا في المصحف فإذا هي: والله عزيز حكيم. قال تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. لماذا قدم قتلتم على متم في الآية الأولى، وقدم متم على قتلتم في الآية الثانية؟ الآية الأولى تتحدث عن الجهاد بدليل قوله في سبيل الله، ولذا كان الأنسب تقديم قتلتم. والآية الثانية تتحدث عن الموت الطبيعي أي دون جهاد، ولذا كان الأنسب تقديم متم. ونلاحظ أيضا أن جزاء الشهيد في الآية الأولى أفضل من جزاء من مات ميتة طبيعية في الآية الثانية، فالشهيد جزاؤه مغفرة من الله ورحمة، وغير الشهيد قال في شأنه: لإلى الله تحشرون فقط. قال تعالى: ولئن مستم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. طمنت الآية عدة إشارات تبين أن هذا العذاب الذي جعل الكفار يصيحون ويقولون يا ويلنا هو عذاب قليل، وهذه بعض تلك الإشارات. كلمة مستهم أي لمستم لمسا خفيفة، فلم يقل أصابتهم. وكلمة نفحة أي مجرد رائحة يسيرة من العذاب، وليس العذاب نفسه. وكلمة نفحة صيغة نفحة تدل على أنها مرة واحدة، مثل نظر نظرة أي نظرة واحدة. إذا كان هذا العذاب القليل جعل الكفار يصيحون ويتألمون،
فما بالنا بالعذاب على حقيقته وهو عذاب أبدي نعوذ بالله، فدل ذلك على شدة عذاب الله. اللهم أجرنا من النار.